يعطيكم العافية شباب صبايا. حناخد هلأ ثالث exercise للـ probability. السؤال اللي عم بيقول: An urn contains 9 balls, 3 white, 4 red and 2 black. إذن عنا urn, عنا urn في بقلبه 9 total balls of which 3 are white, 4 are red and 2 are black. بالبارت A بالسؤال عم بيقول 3 balls are drawn randomly and successively from this urn. successively يعني واحد تلو الثاني، يعني بسحب اول شيء طابه برجع بسحب طابه برجع بسحب طابه، تختلف عن simultaneously اللي هي لما اسحب ثلاث طابات مع بعض. from this urn without replacement يعني الطابه اللي عم بسحبها عم خليها معي، يعني اول طابه بسحبها من الأرن بسحب طابة، ف total number of balls هيتحول لثمانية. ليش؟ لأنه بكون طابة أنا أخدتها، هاي الطابة أخدتها، جيت تسحب الطابة تانية فبالتالي كمان total number of balls بده يصير 7 وبدي أرجع أسحب منهم طابة. يعني أول طابة عم بسحبها من أصل 9، تاني طابة عم بسحبها من أصل 8، وتالت طابة عم بسحبها من أصل 7 طابات. 1. What is the probability that the 3 drawn balls are all white? لحتى يكونوا كلهم white، كلهم white يعني أول طابة سحبتها هي white، وتاني طابة سحبتها هي white، وتالت طابة سحبتها هي white. يعني in this case بدي أسحب من أول urn اللي هو في بقلبه 9، بدي أسحب وحدة منهم تكون white، يعني بدي أسحب وحدة من أصل 3 white على وحدة من أصل 9 total and times. تاني وحدة كمان بدها تكون وايت، هلا بنتبه انه هلا لانه سحبت وحدة وايت بطل التوتال وايت 3، صار التوتال نمبر اوف وايت بولز هو 2 و4 ريد و2 بلاك. ان ذيس كيس بدي اسحب 2 من اصل وحدة، او سوري وحدة من اصل 2 على وحدة من اصل 8. ليه؟ لانه عدد الطابات بطل 9 صار 8 لانه كنا ساحبين اول طابة. هلا رجعنا سحبنا الطابة الثانية كمان وايت، يعني صار هلا التوتال نمبر اوف بولز هو 7، والطابة اللي سحبتها هون هي وايت، يعني صار فعليا عندي وحدة وايت 4 ريد و 2 بلاك بولز. بدي اسحب وحدة وايت يعني تايمز وحدة وايت من اصل وحدة على وحدة من اصل 7. كرر اللي حكيته قبل انه C1 ما ضروري يحطها فيه، حط دغري 3 اوفر 9 تايمز 2 اوفر 8 تايمز 1 اوفر 7 which is equal to 1 اوفر 84. 2. What is the probability that the third drawn ball is the only white ball among the three drawn balls? يعني هلا اللي عندنا اياه هون كله اختلف. يعني هلا اللي صار هو انه اللي صار عندنا هلا هو انه بدي اسحب اول طابه من اصل 9 اكيد، وثاني طابه من اصل 8، وثالث طابه من اصل 7، ولكن هلا بدي بس اخر طابه سحبتها تكون وايت. يعني اول طابه بدي اسحبها بدها تكون مش وايت، مش وايت يعني فيها تكون ريد وفيها تكون بلاك، حيلا طابه من هدول فيي اسحب. يعني بدي اسحب اول وحده من اصل 6 وبضل في عندنا 3 وايت، وبما انه هون كانوا 6 صاروا 5 مش وايت، نوت وايت، هيدي 3 مش وايت، ححط وايت بار لانها مش وايت. تاني طابة سحبتها كمان كانت مش وايت، يعني ضل في عندنا 3 وايت بولز و 4 بولز ذات ار نوت وايت، وبدي اسحب طابة تكون وايت، يعني البروبابيلتي صارت ايكوال. اول طابة بدي اسحبها مش وايت يعني من اصل 6 طابات، يعني 6C1 على 9C1. تاني طابة بدي اسحبها من اصل كمان مش وايت يعني من اصل 5، لانه سحبت طابة قبل مش وايت صار عددهم 5، يعني 5C1 على 8C1. برجع بكرر C1 مش ضروري احطها. وتالت طابة اللي هو صار عندنا الارن بقلبه 7 طابات، 3 اوف ويتش ار وايت و4 مش وايت، بدي اسحب طابة تكون وايت، يعني بدي وحدة من اصل 3 على وحدة من اصل 7 which is equal to 5 over 28. هيك لما اكون عم اسحب successively without replacement.
Part B السؤال عم بيقول بعده الان هو بذاته بعده الان هو بذاته يعني احنا في عنا earn في بقلبه 9 balls 3 of which are white 4 red و 2 black عم بيقلي in all what follows 3 balls are drawn randomly and simultaneously from the given earn يعني عم بسحب 3 طابات مع بعض يعني عم مد ايدي عالجات مرة واحدة عم بسحب 3 طابات مع بعض 1 Let's see be the event the three drawn balls have the same color show that the probability of C is equal to هالقد probability of C بده يكونوا ثلاثتهم نفس اللون ثلاثتهم نفس اللون يعني يا اما بدي اسحب ثلاثة يكونوا white or ثلاثة يكونوا red ما في اسحب ثلاثة black لانه already انا عندي only two black ف يا اما بدي اسحب ثلاثة white يعني ثلاثة من قصر ثلاثة على 3 من اصل 9 اور بذكر الاور يعني بلس 3 يكونوا ريد 3 من اصل 4 على 3 من اصل 9 which is equal to 5 over 48 2 بتو عم بيقول لي designate by x the random variable that is equal to the number of black balls obtained يعني هلا انا اللي بهمني بالearn هو عدد البلاك بولز يعني هلا الearn اللي كان عندنا اياه 3 white و 4 red و 2 black هحوله ل هو بقلبه 9 balls انا I'm interested in the number of black balls فحقول انه في عندنا 2 black و 7 مش black وعم بسحب لنا 3 simultaneously A determine the probability distribution of X. لجيب probability distribution of X أول شي خلينا نشوف شو ممكن تكون ال X. X هي the number of black balls من أصل الثلاثة اللي سحبتهم. ممكن أسحب ثلاث طابات يكون ولا وحدة فيهم سوداء بهالحالة بتكون ال X is equal to 0. ممكن طابة وحدة تكون سوداء واثنين يكونوا مش سود in this case X is equal to 1. ممكن أسحب طابتين سود in this case ال X is equal to 2 وحدة اثنين سود ووحدة مش سوداء. ما فيهم يكونوا ثلاثة سود لأنه أردي أنا بالجد عندي only 2 black balls يعني بتجيب probability لكل وحدة من هدول probability of x equals to 0 x equals to 0 يعني ولا وحدة سوداء يعني بدي اسحب ثلاث طابات يكونوا مش سود يعني 7c3 على 9c3 which is equal to 35 over 84 probability of x equals to 1 يعني بدي اسحب وحدة سوداء من اصل 2 و and 2 من اصل 7 طابات مش سود على 9c3 كرر وحدة من اصل 2 سود و2 من اصل اللي مش سود يعني 1 black و2 مش black اللي هي equals to 42 over 84 و probability of x equals to 2 يعني بسحب 2 سود ووحدة مش سودة يعني 2c2 2 من اصل السود اللي هن 2 و and times وحدة من البقايا يعني 7c1 على 9c3 which is equal to 7 over 84 بحطهم بالتابل xi probability of xi x فيها تكون 0 1 or 2 والتوتال هلا لازم يطلع معنا 1 هاي 35 over 84 42 over 84 و 7 over 84 زي ما معناهم بيطلعوا 84 over 84 which is equal to 1 The part B عم بيقول لي calculate E of X the expected value of X E of X برجع بذكر بالقاعدة E of X is equal to sigma or summation XI dot P of XI يعني هي 0 times 35 over 84 plus 1 times 42 over 84 plus 2 times 7 over 84 which is equal to 56 over 84 or 2 over 3 بتمنى تكونوا فهمتوا كل شيء عم جرب قد ما في اسرع انه تخلص الفيديو ب 10 دقائق ما طول عليكم ويعطيكم الف عافيه اي حدا عنده سؤال يا اما يكتب لي على الكومنتس يا اما يحكيني على الواتساب وستي سيف